अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको पता है, मैं यहाँ गांव आया हुआ था, कज़न की शादी थी, और इसी सिलसिले में मैं व्लॉग बना रहा हूँ। अभी बारात निकल रही है थोड़ी देर में, तो आपको साथ साथ यहाँ वादी सून का माहौल दिखाते हैं, यहाँ के रस्म व रवाज दिखाते हैं कि यहाँ क्या माहौल होता है शादियों पर। चलते हैं आगे। अन्ना मदन अब्दुल्ला
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم خاموش رب سمعنا او چاہنا قبول کی دعا آواز ہو صحیح ہے خبر دوست محمد آپ عاقل ہیں بالغ ہیں مسلمان ہیں الارحام كيف يشاء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه عدد كل ما علمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا إلهنا آمين قبول فرمائے دونوں جوڑوں کو آپس میں پیار محبت
پاک پروردگار احباب پروردگار ان دونوں جوڑوں کے ذریعے جو دو گھر آپس میں منسلک ہوئے ہیں سب کو آپس میں پیار محبت نگاہ میں حیا نصیب فرما، ایک دوسرے کا حیا نصیب فرمانا، مزید ان کے پیار میں محبت میں وسعت عطا فرمانا، ان جوڑوں کو ہمیں ہر ایک کو نماز پنجگانہ کی پابندی کی توفیق عطا فرما، اپنی برکت اور شفا بھری کی طرح قرآن پاک کی تلاوت کی، ان جوڑوں کو بھی ہمیں ہر ایک کو اس پاک کلام کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، مبارک ابھی نکاح ہو چکا ہے، نکاح کے بعد ہم تھوڑا سا پہلے واپس گھر کی طرف نکل رہے ہیں، باقی بعد میں آئیں گے، اور الحمدللہ بڑا اچھا بڑا بہترین پروگرام ہوا ہے، اور ابھی سارے کزن جو ہے نا واپس گھر کی طرف چلے ہیں، آگے پھر دکھاتے ہیں کیا ہوتا ہے۔